طيب خلينا ننتقل لملف اخر وهو ملف منتخبنا الوطني. بكره ان شاء الله في مباراه ضد ليبيريا في اطار الاستعداد طبعا لمباراه كاس العالم، تصفيات كاس العالم لمباراتي ليبيا. اولا ايه راي حضرتك في اختيار كارلوس كيروش كمدير فني مع المجموعه اللي موجوده معاه؟ اول حاجه طبعا انا طبعا كنت نفسي حسام البدري يكمل يعني. والله؟ طبعا. اول حاجه الراجل يعني ما عملش حاجه يعني ان هو يمشي يعني، بالعكس انت لو جيت بالارقام وكده ماشي كويس جدا يعني، راجل مصعدك امم افريقيه مش كده؟ ايوه. وماشي كويس في المجموعه بتاعه يعني. بالظبط. فالنهارده عشان امشي مدرب يبقى في حاجه يعني، عشان امشيه يبقى نتائج سيئه، معلش يعني ما تقوليش الاداء. ما تقوليش الاداء. انا النهارده مش هتحاسب على الاداء. انت حاطط له حاجات ان هو يصعد كاس عالم ويصعد امم افريقيه، هو كان ماشي كويس جدا في الفتره دي. الحاجه الثانيه خلاص انت حسام بدري مشى، في كارلوس كيروش جه مسك، يبقى احنا بنقول احنا منتخبنا وبلدنا احنا في كل حد، احنا اهم حاجه المدرب اللي يكون جاي على قد المسؤوليه. وانا شايف اللي هو برضه مدرب مش وحش، السي في بتاعه كويس يعني، السي في بتاعه قوي طبعًا. جدا. فاتمنى له طبعا ان هو ربنا يكرمه في الفتره الجايه ديت ويحقق طبعا كل طموحات الجماهير المصريه. تصريحاته ان هو من اوائل التصريحات اللي قالها ان هو فاتح الباب لكل الناس اللي موجوده في الدوري، هل ممكن يحصل ده ولا انت شايف ان هو برضه هيبقى العدد مقصور على عدد معين من اللاعبين؟ انا اتمنى طبعا هو يقول الكلام ده ويبقى كلامه صح يعني، لان طبعا إن انا شايف ان برضه من وجهه نظري يعني ان في لعيبه كتير بتتظلم ما بتروحش منتخب وهي تستاهل تروح منتخب. في لعيبه كويسه جدا يعني، الفتره اللي فاتت برضه كانت في لعيبه ما انضمتش، انضمت الفتره دي وكانت لازم تبقى موجوده في المنتخب يعني. اول حاجه بص يا اسلام، احنا منتخبنا معلش يعني، انا كنت صريح معاك يعني. لا جدا، انا المنتخب تحس ان احنا بالنسبه للمنتخبات العربيه زي الجزائر والكلام ده، احنا منتخبنا مش اللي هو بالقوه اللي انا بشوف بيها منتخب الجزائر، منتخب تونس، المغرب. لا، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا، وبالذات كمان معلش احنا حتى الاختيارات، انا معظم لعبتنا يعني مع حاجات كده يعني صغيرين جدا، اجسام صغيره، اجسام قليله جدا يعني. ممكن يكون عندنا المهاره بس برضو المهاره مع القوه الجسمانيه والكلام ده. طب العيب فين يا كابتن؟ ما هو هنقعد نتكلم في هذا الكلام، ممكن نقعد نتكلم فيه كتير جدا، كتير طبعا، لكن في الاخر انتقاء اللاعب لازم انت قبل ما بتجيبه والكلام ده لازم تكون يعني في عناصر، مثلا ايه زي ما اقول لك ايه يعني، لعيبه كانت بره المنتخب وما خدتش فرص، ولعيبه برضه زي ما اقول لك اقويه واجسام زي حسام حسن اللي هو راس حربه النادي الاهلي دلوقتي. حسام كان لازم يلعب منتخب مصر من فتره. اوكي. في ناصر منسي، ناصر منسي الجيش كويسه جدا، محمد شريف، الناس، مصطفى محمد، انت عندك حاجات هي تقدر تشتغل عليها. عندك مثلا رمضان صبحي، عندك محمد السيد اللي هو زيزو، احمد السيد، احمد زيزو، يعني لعيب كويس جدا برضو كقوه جسمانيه، عندك عناصر كويسه جدا. انت ما اعرفش انت ساعات بتروح تختار حاجات كده يعني حضرتك من وجهه نظرك كانت الاختيارات السابقه هي لها دور في شكل واداء المنتخب أكيد السيء. طبعا. اكيد طبعا طبعا. ده اكيد يعني. لكن انت عندك يعني ممكن عنصر المهاره اللي عندك زي في اللعيبه اللي هي اللعيبه المصريه، مش اللعيبه زي بتوع زمان زي بركات وابو تريكه، احنا ما كان عندنا منتخب زي الاسامي ديت، كان عندنا منتخب قوي، كان عندنا منتخب معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب اجسام قويه ومهارين كويسين جدا. فكان عندك شكل المنتخب، قعدت كام سنه انت مسيطر على البطولات الافريقيه وبشكل اداء قوي جدا يعني. احنا هات لي بقى الفتره اللي فاتت دي كلها احنا ما عندناش، من 2010 تقريبا لغايه دلوقتي الدنيا كيرف نازل، بغض النظر عن الفتره بتاعت كوبر يعني. بالظبط. لكن احنا ما عندناش العناصر القويه اللي هي تقدر تبقى في التحامات في الماتشات وتأدي بصوره كويسه قدام الفرق الكبيره يعني. هل دي مشكله في البناء نفسه ولا في اللاعبين، في بناء الاجيال في المنتخب، تجديد دماء، نزول بمعدل اعمار، تواصل اجيال؟ ما هي دي مكمله، كلها مكمله لبعض يعني. هي يعني انت معلش النهارده الجيل اللي هو كان مع الكابتن حسن شحاته، الجيل بتاعكم بتاع بطل وبتاع بركات، كان لازم يبقى فيه تواصل. انا يعني انا كان في رايي المنتخب الاولمبي ده كان اقرب الناس، اللعيبه دي كانت اقرب ناس ان هي تنضم. صح.
للمنتخب لان اسماء المنتخب كانت موجوده في المنتخب الاولمبي اسماء كلها كبيره وقويه وكانت بتلعب كلها دوري ممتاز وكان منتخب بصراحه حاجه تشرف بصراحه. البطوله الامم الافريقيه اللي خدوها الماتشات اللي هي كانت في دوره الالعاب الاولمبيه لعيبه كويسه جدا كانت ممكن تكمل بيهم وكان ممكن ما هو انت بتعمل منتخب اولمبي ليه؟ مش تدعيم للمنتخب الكبير؟ طبعا بتعمل منتخب الناشئين عشان يدعم المنتخب الاولمبي ويبقى فيه تسلسل في